تزامنا مع الذكرى 33 للوحدة اليمنية، يستمر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في دعواته لفصل جنوب اليمن عن شماله. ففي سقطرى لا يختلف الوضع عما هو عليه في عدن وشبوة، فالميليشيا بدعم من أبو ظبي تواصل منذ سنوات محاولاتها لفصل الجزيرة عن هويتها اليمنية وضمها إلى دولة الإمارات. فمنذ دخولها إلى الأرخبيل تحت يافطة العمل الإنساني، عملت أبو ظبي على فصل الجزيرة عن الجغرافيا اليمنية، وحرضت المجتمع المحلي عبر التجنيد ودفع أموال طائلة لبعض الشخصيات ودفعها إلى مشروع الانفصال. كما عملت الإمارات في سياق محاولاتها لفصل سقطرى عن الجغرافيا اليمنية وبتسهيلات من الميليشيا المسيطرة على الأرخبيل على تفويج سياح أجانب عبر إعطائهم تأشيرات دخول من أبو ظبي دون علم الحكومة اليمنية. ولا يخفى على المتابع للوضع في محافظات جنوب اليمن عامة وسقطرى على وجه الخصوص أن الإمارات تسعى من خلال دعم انفصال سقطرى إلى إنشاء قواعد عسكرية ضمن أطماعها في التوسع الإقليمي والسيطرة على مساحات من أراضي اليمن بغرض استثمارها والتحكم فيها. وفي كل عام يأتي عيد الوحدة ليفضح الوجه القبيح للميليشيات المدعومة من الإمارات التي تمارس الانتهاكات العنصرية ضد المواطنين الذين يحاولون في كل ذكرى الاحتفال بها، حيث تتخوف ميليشيا أبو ظبي من أن تشتعل شرارة ثورة جديدة تطيح بهم وتطرد القوات المحتلة للأرخبيل. ويظل الوعي الشعبي لدى المواطنين في سقطرى الضامن الوحيد لبقاء الوحدة راسخة في قلوبهم كما هي في قلوب اليمنيين في كل ربوع الوطن.